يا اخوانا، في الاونه الاخيره الاسبوع الماضي قررت النيابه الاسرائيليه تمديد القرار، فتره القرار على الاستئناف الذي تقدمنا به على اغلاق الملف حتى 31/12 من هذا العام. ونحن يجب ان تكون لنا صرخه وصوت امام النيابه الاسرائيليه حتى نقول لهم ان هذه المماطله وان هذا الاهمال في هذا الملف لن يمر بر الكرام، ولن نسكت عليه، وسنبقى نصرخ في وجه الظالمين. 15 الشهر الجاي يوم الثلاثاء القادم سنكون كلنا ان شاء الله امام النيابه الاسرائيليه. 15/11 يوم الثلاثاء القادم سنكون امام النيابه الاسرائيليه في شارع صلاح الدين في القدس ان شاء الله. الساعه 4 باذن الله راح يعني يصدر بيان في هذا الموضوع مفصل حتى ذلك الحين. شكرا.